أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أو نبغي أو يبغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبائنا ولكل من له فضل علينا ولسائر المسلمين وعامتهم أجمعين. أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم حفظنا كتابك وسنة نبيك وشرعك، واجعلنا من العالمين والعاملين بهم يا رب العالمين. اللهم علمنا فإنا لنعلم، وفهمنا فإنا لنفهم، وحفظنا فإنا لنحفظ، وفقهنا فإنا لنفقه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا بهم وعنا معهم يا أرحم الراحمين، آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قبل أن نقرأ في الكتاب، نحن نقرأ في كتاب عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن النخيب، وهو من أكابر علماء الشافعية. لكن قبل أن نقرأ، في مسألتين مضيتا في بابين سابقين. في باب صلاة العيد، في الصلاة نفسها، قال أنه إن ترك التكبيرات عند بعد تكبيرة الإحرام ولو نسيه، أي التكبير، وشرع في التعوذات، فات، أي فات التكبير، لا وشرع في بل ولو نسيه وشرع في التعوذ فات التكبير. هذه من مسألة مرجوحة هنا، والأصح أنه إذا لو نسيه ولم واستعاذ فقط يجوز الرجوع، أما لو شرع في الفاتحة لا يجوز الرجوع للتكبير. بمعنى لو نسيه وشرع في التعوذ فات التكبير، ده قول ده مرجوح. الراجح من المذهب والمعتمد عند الباجوري وغيره أنه إذا نسي التكبير واستعاذ فقط، لم يشرع في الفاتحة، قال الله أكبر تكبيرة الإحرام، بعدين قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجوز له الرجوع للتكبير ولا يفوت بالاستعاذة، يفوت بالشروع في الفاتحة، ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى ما يرجعش للتكبير. لكن لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتذكر، يكبر تكبيرات الركعة الأولى اللي هي السبعة بتاعت صلاة العيد. فدي مسألة هنا في ذلك الموضع. ومسألة أخرى في صلاة الاستسقاء، كنت أنا يعني رجعتها بعد ذلك، وهي أنه يغير رداءه ليس من أول الصلاة، يغير رداءه عند، يعني الشيخ هنا أي الكلام سليم، الكلام اللي موجود في الكتاب صحيح، أنه يغير رداءه عند الشروع في الدعاء، وهو النبي يخطب الخطبة الأولى بعد أن يصلي ركعتي الاستسقاء وهو مستقبل الناس، ويجلس ويقوم للخطبة الثانية. الخطبة الثانية بعد قراءة ثلثها بيبتدي يتوجه إلى القبلة ويدعو، فعند توجهه للقبلة والقبلة والدعاء بعد ثلث الخطبة الثانية يغير رداءه ويستقبل القبلة ويدعو بقى، ماشي. يبقى تغيير الرداء بيكون بعد ثلث الخطبة الثانية في صلاة الاستسقاء. فدول المسألتين اللي سبقتها، وأردنا بس إن احنا نوضحهم ونشير إليه. ونقرأ اليوم في كتاب جديد، وهو كتاب الجنائز. قال الإمام المصنف: كتاب الجنائز. يندب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت، والمريض آكد، ويستعد له بالتوبة، ويعود المريض ولو من رمد،
ويعم بها العدو والصديق، فإن كان ذميا فإن اقترن به قرابة أو جوار ندبت عيادته وإلا أبيحت. ويكره إطالة القعود عنده، وتندب غبا إلا لأقاربه ونحوهم ممن يأنس أو يتبرك به، فكل وقت ما لم ينهى، فإن طمع في حياته دعا له وانصرف، وإلا رغبه في التوبة والوصية، وإن رآه منزولا به أطمعه في رحمة الله ووجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، فإن تعذر فالأيسر، فإن تعذر فقفاه، ولقنه قول لا إله إلا الله ليسمعها فيقولها بلا إلحاح، ولا يقل قل، فإذا قالها ترك حتى يتكلم بغيرها، وأن يكون الملقن غير متهم بإرث وعداوة، فإذا مات ندب لإرفاق محارمه تغميضه. طيب قبل ما نوصل لمسألة الموت نشرح ما سبق. كتاب الجنائز، يندب لكل أحد أن يكثر ذكر الموت، خلاص ما ذكر الموت فيه ضيق إلا اتسع. الإنسان لما عنده ضيق فيتذكر الموت أن كل شيء زائل، وأنه لن يبقى له إلا عمله الصالح، فذلك يؤدي إلى سعة القلب وسعة الصدر بذكر الموت. وقد يعني سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أكثروا من ذكر هازم اللذات، وذكر هازم اللذات اللي هو الموت. والمريض آكد في ذكر الموت، عشان لو كان في حاجة مقصر فيها يتوب، فالتوبة تجب ما قبلها بدون عمل، لا يشترط العمل في هذا الحال، في هذه الحال. والمريض آكد بأنه يتوب أكثر ويتذكر الموت أكثر، لأنه على قرب منه فيأنس به. قال الإمام، ألف الإمام السيوطي بشرى الكئيب بلقاء الحبيب، فجعل الموت هو الحبيب، وذكر في كتابه هذا حديث الموت تحفة المؤمن، أتحفت بشيء جميل تحبه، فعند المؤمن بيبقى تحفة. شوف أنا أديك تحفة، فاهم؟ حاجة جميلة يعني. ولذلك الحديث يقول يعني السيدة عائشة تقول: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، فقال: ليس ذلك، وإنما المؤمن إذا بشر بلقاء الله تعالى وأتته البشرى وإنه على خاتمة سعادة، ودي بتحصل لما بينقطع اللسان عن النطق، فبيرى خيرات، زي بعضهم كمان بيبيح بتلك الخيرات، يعني زي ربنا بيرد عليه روحه قبل أن تنزع منه فيتكلم. هو المفروض في وقت معين بينقطع الكلام، وعند انقطاع الكلام خلاص ما فيش بقى توبة، ولكن بيرى أشياء بقى، يعني بعضهم بيرى الملائكة، بيرى الملائكة اللي هتقبض روحه. في واحد عندنا والده رأى الملائكة اللي جاية تقبض روحه، فالملائكة واقفة عند جهة رجليه، فقعد يقول لهم يعني يخلي ولاده يشاور لهم كده يبعدوا، مش قادر يتكلم، لكن رأى خير. واحد تاني وهو بيموت كان عمله مش كويس، لكن كان بيراعي اليتامى، فيقول: ايه ده، ايه الاناديل دي كلها المنوره والدنيا ضلمه، فاهم؟ ففي خيرات بتظهر في بشارات جميله في هذا الموضع عند خروج الروح. الامام السيوطي ذكر كتاب فاذا بشر الحديث بقيته ليس ذلك، كلنا يكره الموت يا رسول الله، قال: ليس ذلك، ولكن اذا بشر المؤمن بلقاء الله تعالى احب لقاء الله فاحب الله لقاءه، ماشي، فيحصل عنده المحبه لهذه الامر، ولا تزول عنده بقى الالام والتعب والحاجات دي ما بيحسش بيها، خلاص. ويستعد له بالتوبه، اي بالموت بالتوبه، لانه لا يملك عند ذلك الوقت فعل الا التوبه بقلبه فقط، وقد يعجز حتى عنها بلسانه، لكن اذا تاب بينه وبين الله تعالى بقلبه محي الذنوب كلها، لان التوبه تكون صادقه في هذا الوقت، لانها ليس وراءها عمل، وانه يرجو من الله القبول والعفو عنه. وبعدين هينتقل بقى: ويعود الناس المريضة، إن الناس والمؤمنين والصالحين تعود المرضى، ولو من رمض، ولو من أقل مرض، عنده انفلونزا عيده، عوده، اذهب لعيادته،
وألف ابن حجر الهيتمي كتابا في عيادة المرضى رضي الله عنه وأرضاه، ويعم بها العدو والصديق، واحد بينه وبينه عداوة برضه إيه هو أولى بأنه إيه لعلهم يكون هو اللي غلطان فيه، فيقول له أنا مسامحك وأنت سامحني وما إلى ذلك، ها يعم بها العدو والصديق. فدي بتزيل لما أنت مثلا إيه واحد اتنين بينهم مشقة شديد، بينهم بغضاء شديدة أو متنافرين ما بيسلموش على بعض ولا بيزوروا بعض، فما يجي لا يسمع أنه مريض فيدعوه الخلق الصحيح السليم إلى أن يذهب إليه فيزول ما بينهما من الشحناء. أما إذا به ده جالي يا سلام ده راجل طيب، وتلاقيه المريض نفسه يستقبله، وهو إيه ما يقبل على المريض بهذه الزيارة يزول ما بينهما من البغضاء والشحناء والغضب يعني. ويعم بها العدو والصديق، فإن كان المريض أي المريض ذميا فإن اقترن به قرابة أو جوار ندبت عيادته وإلا أبيحت. لو كان واحد ذمي وساكن بعيد من أهل الكتاب يهودي أو نصراني وساكن بعيد، لكن ما فيش بينه عداوة بين المسلمين، لا يعادي المسلمين شرطه خلاص، وإلا حرمت. لو كان بيعادي المسلمين ويتلفظ بألفاظ بالاعتراض على الدين أو يظهر للناس العداوة بالدين، عند ذلك يحرم زيارته في هذه الصورة، إلا لو كان يرجى أنه يرجع، لو طالت حياته يرجى أن يرجع عن إيه ذم المسلمين وسبهم وما إلى ذلك. طيب، فإن كان ذميا فإن اقترن به أي بكن ذميا قرابة أو جوار، كان قريب في جوار يعني جار لك، ندبت عيادته، وإلا لو كان بعيد وليس بقريب ها وأيضا ليس جارا يبقى أبيحت الزيارة، وإلا لو كان بيعادي المسلمين حرمت الزيارة إلا إن رجي أنه يرتدع عن ذلك ويرجع عن إيذاء المسلمين. ويكره إطالة القعود عنده، ما تطولش على المريض، هذا احنا فاكرينك كنت يا ده خضونا عليك انت كويس اهو، حتى لو كان على وشك الموت، على وشك الموت برضه قول له كده، ايه ده خضوني عليك ده انت كويس اهو ان شاء الله تقوم بالسلامه، ها ايه كده تبشره دايما، مش تقول له انت هتموت، هو الراجل مرعوب اصلا هتخليه يموت ساعتها، ها تقول له انت هتموت ده انت خلاص، او تخضه حتى انت لو كان هو شكله يعني يوحي بأنه بيموت بيحتضر، أنت ما تبينش حاجة خالص، عليك أنك أنت تبشره بس، عايز تقول كلمة حلوة ما في تقول كلمة تريحه بها ماشي، لكن ما تخضوش. ويكره إطالة القعود عنده، وتندب غبا إلا لأقاربه ونحوهم ممن يأنس أو يتبرك به، فكل وقت ما لم ينهى أو ينهى. طيب، وتندب غبا في جماعة، سواء كان ده مرض موت أو غير مرض موت، تندب غبا يعني إيه؟ إن زور غبا تزداد حبا، إن إيه لا إنك تنقطع كتير ولا تقعد تزوره مرتين في اليوم أو ثلاثة أو أربعة، ماشي؟ يعني التوسط، الغب إيه؟ كان يتعاهد شعره غبا يعني مرتين في اليوم أو مرة بس، مش يقعد بقى طول ما هو رايح قدام المراية وراجع يبص في شعره ويسرحه، ها؟ ولا ان هو يهمله خالص ويتركه اشعث، انما الغب التوسط يعني خلاص. تندب غبا الا لاقاربه، الاقارب واللي هم معاه في البيت مثلا، حد من اولاده وحد من اقاربه اللي ساكنين معاه بيمر عليهم دايما طلوع ونزول، وهم ليس بينهم حشمه ولا عيبه. العيبه يعني ايه الحشمه والعيبه؟ واحد ساكن، واحد قريبك جدا عايش معاك في نفس المكان، ما فيش بينك وبينه حشمه ولا عيبه، بمعنى ايه؟ ان او انت هو يطلع على عيبتك، يعني انت بتظهر له مثلا بالبيجامه بتاعتك، لكن لو هو ضيف هو بتحس ان هو غريب شويه بتقول له استنى اما البس هدومي واغير واطلع له، لكن اللي بينك الحشمه ليس بينك وبينه حشمه، وانه كده ده بتطلع له بالبيجامه، فده معنى ايه؟ الا لاقاربه ونحوهم مما يأنس، يتأنس بيك انك انت وانت طالع وانت نازل وانت داخل عليه تسلم عليه وتطمئن عليه، او يتبرك به، او يتبرك به اي يتبرك به المريض، فكل وقت ما لم ينهى او ما لم ينهى، يبقى يزور في كل وقت ما لم ينهى عن ذلك
او يكون في شايف ان هو بيتضايق، اهله بيتضايقوا، هو بيحتاج ان هو في بعض الاحيان يختلي بنفسه في فراشه او ما الى ذلك، يعني يراعي الامور. فان طمع في حياته دعا له وانصرف، يدعو الادعيه المذكوره طبعا معروف، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 7 مرات، ها، اللهم اذهب الباس رب الناس اشف وانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، لها 4 روايات. يدعو بما شاء من الدعاء ويطمن على نفسه ويطيبه وما الى ذلك. فان طمع في حياته دعا له وانصرف، والا اي والا رغبه في التوبه والوصيه. الله الله الله. والا ما طمعش في حياته، وجد ان هو ده موشك على الموت او المرض المخوف كما شرحناه في الفقه، مرض يؤدي الى الهلاك. والا رغبه، لو كان مرض يؤدي الى الهلاك او لا يظن انه يطول عمره، رغبه في التوبه والوصيه باشياء بسيطه كده، يرغبه في التوبه، يقول له ايه اخبارك في الذكر، عامل ايه، بتذكر ولا لا، ها، يوم يذكره بالذكر، والذكر فيه التوبه والاستغفار وما الى ذلك. يقول له ها، مواظب على الثلاث اشياء، الاستغفار 100 مره والصلاه على النبي 100 مره ولا اله الا الله 100 مره، لا واظب عليها، وهكذا يوصي بذلك لو احس ان هو على وشك البتاع ده. ففيها توبه وفيها توصيه بالذكر، وده يكون باب فتح باب كبير للخير، يعني له للميت. وان راه منزولا به، يعني ده قرب ان يدخل في حاله الاحتضار او بيحتضر خلاص، ما هو ساعات الاحتضار ده حفظنا الله واياكم بيطول، قد يصل الى شهور ماشي، وساعات يبقى الاحتضار ده نص نهار، وساعات يبقى يومين، وهكذا. وإن رآه منزولا به أي بيحتضر، أطمعه في رحمة الله عز وجل. خلاص يبقى إيه يا أخي، ده خلاص، ده أنت ما شاء الله ربنا يكرمك وتكون خاتمة السعادة، ده لو قدر يقول كده. لكن في ناس بتترعب، في والد واحد صاحبي ما شاء الله كان مرعوب من الموت، نسأل الله حسن خاتمة، ودخل مستشفى وكان عنده سكر وقطعوا له بعض اعضاء رجله مثلا، ها، وبعدين قبل ما يموت ب3 ايام نزلت عليه سكينه عجيبه من عند ربنا، افعلوا كذا ما تفعلوش كذا، وبقى ساكن وهادئ جدا ومطمئن بالله، الى ان اتت يعني الاجل وربنا قبضه على حال حسن، نحسبه كذلك وانا زكي على الله. لكن الانسان بيكون مرعوب دايما في الاول. وان راه منزولا به اطمعه في رحمه الله تعالى، لو هو احس ان هو بيموت طمعه في رحمه الله، قول له ما العمل انقطع، ده ما لكش غير ربنا دلوقتي، وانت الحمد لله كنت بتتقي الله بقدر امكانك، ونسال الله خاتمه السعاده وكده ماشي، ما كانش عارف ما تقولوش حاجه خلاص، ما تخوفوش يعني ترعبه، لانه ممكن الناس بتترعب في الوقت ده. لكن لا مانع انك تذكره بالذكر، تذكره وما تنساش الثلاثه، ما هو الثلاثه فيهم لا اله الا الله، خلي بالك. ما طيب أطمعه في رحمة الله، فإن بقى خلاص ده في حالة احتضار، يوجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن. عجيبة، ودي من العجائب إن الشرع قال هنا اجعلوا أولا ضجعة النوم، ضجعة القبر، ضجعة الاحتضار واحدة، ها، إن هو ينام معترض القبلة، لو القبلة كده بينام معترض القبلة كده، وراسه الناحية دي ورجلين الناحية دي على شق الأيمن، ها، دي ضجعة النوم في أي وقت، ولو انك تستقبل القبله بالصوره دي في اول ما نومك، وتقول الدعاء وبعدين اعمل ما شئت. الدعاء اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك، تقوله وايه وبعدين اتقلب. لكن ايه، دايما حاول انك تكون عند بدايه نومك، ها، اضطجع على شقك الايمن وقل اللهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، وهكذا الدعاء يعني. فيتقع على شقيق الايمن، وضع يده اليسرى، يده اليمنى تحت خده الايمن ماشي، ويكون مستعرض القبله كده، والقبله كده اهو، وهو نايم على جنب الايمن، راسه يمين ورجليه يسار وكده، ويقول الدعاء. هنا برضو لما يجي واحد يموت وجهه بالطريقه دي، لو قدرت وهو كان بيحب السنه هقول له اعمل كده، هتلاقيه هو يتجاوب معك، او نايمك على جنبك الايمن في مستقبل القبله، يفعل بيه كده خلاص، وده افضل احسن، رغم ان هو ده قد يكون يمنع التنفس السليم، بخلاف النام على الظهر بيكون في حاله الاحتضار ده ايه نفسه اقوى، لكن لما يكون على جنبه قد يكون في ضيق، لكن لا،
الحالة الشرع بيقول لك افعل كده، ودي تكون فيها راحة للميت خصوصا المتسنن اللي بيحب سيدنا صلى الله عليه وسلم وعايز يموت على الشرع، يعمل كل حاجة على الشرع حتى يموت على الشرع. خلاص. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالناس تحب كده، في ناس بتحب الشرع يقول له اعمل كده، انا مش قادر اعمله، طب نايمني على جنب الايمن، ويوجهه الى القبله. خلاص. اطمعه في رحمه الله عز وجل ووجهه الى القبله على جنبه الايمن، ينايمه على جنب الايمن. زي ايه؟ قلنا الثلاث ضجعات دول زي بعض تماما، ضجعه النوم وضجعه الاحتضار وضجعه القبر، تكون على هذه الصوره في الثلاث مواضع. فان تعذر فعلى جنبه الايسر، برضو زي ثلاث ضجعات على هذا الوضع. فإن تعذر فقفاه، لكن في القبر لا، لا يدفن إلى وظهره، يعني ووجهه إلى السماء لا يدفن، لازم على أحد الشق الأيمن بس، إلا إن تعذر يبقى الأيسر. فإن تعذر فقفاه، أي ملتقي على ظهره، يعني نائم على ظهره. ولقنه قول لا إله إلا الله ليسمعها فيقولها، يعني هو إيه وهو قاعد، وهو مثلا قاعد معاه اما بيزوره او كده في زياره عياده المرضى، يقعد يقول لا اله الا الله، لا اله الا الله، سبحان الله، وكذا يذكره فيتذكر، مش يقول له قل لا اله الا الله. خلاص. فيقولها بلا، فيقولها اي الزائر بلا الحاح. خلاص. ولا يقل له قل، ما يقولوش قل لا اله الا الله، لان ممكن يكون هو نفسه خايف، فما انت بتقول له قل لا اله الا الله يبقى انت شفت ان هو بيموت فبتقول له كده، فيزداد خوفه ويترعب. خلاص. انما انت اذكر او الحواليه يذكروه، رضي الله عنه وارضاهم اجمعين. قصه ابو زرعه الرازي ذكرها الامام النووي في اخر كتابه الترخيص بالقيام لذوي الفضل والمزيه من اهل الاسلام، ان ابو زرعه الرازي كان في الاحتضار، فارادوا الإمام أحمد بن حنبل ومش عارف مين تاني من الأئمة قاعدين حوليه، فأرادوا أن يلقنوه شهادة لا إله إلا الله، فاستحيوا واستعظموا الأمر لأنه كان عظيم عنده. كان أبو زرعة الرازي يمكن نقل عنه ما حدش كان بيجلس في مجلسه، يفضل واقفين بين إيديه، أحمد بن حنبل واقف بين إيديه. فالمهم إيه، عايزين فنظروا إلى بعضهم وساقوا إسناد الحديث اللي هو آخره إيه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فساق الإسناد الإمام أحمد بن حنبل، وما جاء عند من كان آخر كلامه سكت. جاء الأخ الشيخ الثاني برضه ساق الإسناد لغاية كلام إيه؟ من آخر كلامه لا إله إلا الله وسكت، ما جابش لا إله إلا الله. أم المحتضر الشيخ الرازي أبو زرعة ساق إسناده هو للحديث وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه، فكان آخر كلامه لا إله إلا الله، حتى ما قالش ايه دخل الجنة، لا يعني الله اخر حاجة وخرجت روح. فذلك من اللطائف التي نقلها الامام النووي، رب نسأل الله حسن الخاتمة، امين يا رب العالمين لنا اجمعين. ولا يقل له قل، لا سيبه كده، اذكر بس حواليه كده، ها لا اله الا الله، ايه اخبارك مش عارف ايه، وتسلم على الناس اللي حواليه، وما تلقلوش ايه نظر ان هو بيحتضر، الا لو هو عنده ثبات شديد. فاذا قالها ترك حتى يتكلم بغيرها، ما تذكروش تاني بيها، يعني لغايه لو لقيته اتكلم بقى كلام تاني تقوم تذكروا بيها تاني، تقعدوا تذكروها لغايه لما هيقولها ويسكت، بشرط ان تكون اخر كلام. خلاص. وان يكون الملقن غير متهم، شوف عشان ما يخافش، انت بتبشر عليا. واحد إيه؟ ابنه مثلا، ابنه، جوز بنته، اي حد ايه متهم في انه ارث، هيرث منه، فيقول له انت بتبشر عليا ان انا اموت عشان ترثني. فما يقولوش، يكون الملقن اللي بيلقنه ما يكونش ايه متهم، الا لو كان صالح طبعا ومعروف، يعني يجوز في هذه الصوره. وان يكون الملقن اللي هو بيلقنه لا اله الا الله غير متهم بارث وعداوه. خلاص. ليه؟ انت بتبشر عليا عايزني اموت دلوقتي عشان تورث مني، انت بتبشر عليا عشان تنتقم مني لانك انت عدوي. خلاص. طيب، يفضل معه على هذه الحالة إلى أن يقضي الله أمره. فإذا مات ندب لإرفاق محارمه تغميضه، ندب لأرفق محارمه تغميضه. أرفق اللي هو أقرب واحد لي ويكون رفيق بي وهو بيحبه وما إلى ذلك.
أن التغميض وهو تغميض العينين. في الحديث أن إذا مات الإنسان إذا خرجت الروح تبعها البصر، فما بيموت الروح بتطلع ورا بتبص على البصر، البصر بيروح بيبص على الروح وهي طالعة فوق خلاص. فإذا مات ندب لأرفق محارمه اللي هو أقرب واحد منهم ورفيق به، ها محسن إليه، تغميضه يغمض عينيه، وشد لحييه. احنا ما قرناش المتن، نقراه وبعدين نشرحه. فإذا مات ندب لأرفق محارمه تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله ونزع ثيابه، ثم يستر بثوب خفيف ويجعل على بطنه شيء ثقيل، ويبادر إلى قضاء دينه أو إبرائه منه وتنفيذ وصيته وتجهيزه. فإذا مات فجأة ترك ليتيقن موته وغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فروض كفاية. طيب، فإذا مات ندب لأرفق محارمه تغميضه يغمض عينيه وشد لحييه، إن يجيب قطعة قماش أو منديل أو أي شيء ده ويجعله من تحت فكه، يقفل بقه، ساعات بقه بينفتح شوية، يقفل بقه خالص بس يلاحظ لسانه، بعدين يقطع لسانه، يغلق بقه ويربط من فوق كده بلحيه، وبشرط يبقى بقه يفضل مقفول ماشي. إذا لم يترك ذلك بقه هيفضل مفتوح، ممكن بيتبقى طاقة في البدن، ممكن تعمل حركات. أنت ما تيجي تذبح ذبيحة نواغذ يعني، ده ذبحت خروف، ده بقى الحيوانات الكبيرة خصوصا العجل أعزكم الله والناقة الجمل، تذبحه ممكن تلاقي كليته بتلعب بعد نص ساعة، طلعت كليته تلاقي الكلية بتلعب بعد ثلث ساعة، يفضل لسه ما زال الطاقة الداخلية ما زالت موجودة في الأعضاء، بتتحرك، ممكن تتحرك الأعضاء. فهكذا الموت الميت، يبقى أحسن إنك أنت تقفل فمه وتلجمه بشيء تربطه من فوق راسه مع فكه بشرط إن فمه لا ينفتح، لأن ممكن وأنت لو تركت فمه كده من غير ما تربط عليه ما تشد لحيته لحييه اللي هم دول يعني تشدهم بشرط يتقفلوا برباط من فوق الراس إلى اللحيين، لو تركته ممكن الفم ينفتح وتيجي الطاقة دي تحصل فيخرج اللسان يقوم قاطع لسانه. لا، احنا بنحترمه مش عايزينه يعمل كده خلاص. تقوم تشد لحييه بايه، منديل، اشار، باي حاجة، بشرط يبقى فمه مغلق. وتليين مفاصله، يعني بيجي طبعا الانسان القريب ليه يلين مفاصله كده، ها، لان دي مهمة جدا عند الموت، ها، ورجليه برضو يعني يجعله يضم رجليه وركبتيه ويرجعهم، وبعدين يجعل القدمين جنب بعض ما يخليش مفاتح رجليه، ها، بس يلينه كتير، وبعدين او يقلعه كل ثيابه، لانه ممكن يتخشب يبقى عامل زي الخشبة كده، ايده مجوفة كده مش تنفعش تتني، فما تلينه في الاول بتساعد على التغسيل ويكون في لين في التغسيل وما إلى ذلك. وتليين مفاصله بالعرف يعني، ونزع ثيابه خلاص، ثم يستر بثوب خفيف من ملآه، تحط عليه ملاية، ها، وما تخليش لابس ثياب خالص، ويجعل على بطنه شيء ثقيل، تجيب حجر أو طوقة أو شيء تحطه على بطنه وهو نايم على ظهره، هنا في الصورة دي نايم على ظهره، بعد ما بيموت بنقلبه على ظهره ويبقى نايم على ظهره، ويجعل على بطنه شيء ثقيل حتى لا تمتلئ بطنه بالغازات أو ما إلى ذلك. ويبادر هذا الولي القريب الرفيق به، يبادر إلى قضاء دينه أو إبرائه منه وتنفيذ وصيته وتجهيزه. تجهيز يعني التكفين والتغسيل وما إلى ذلك. ويبادر إلى قضاء دينه أو إبرائه منه وتنفيذ وصيته وتجهيزه. يبقى الأول الدين، اقضى الديون التي عليه أولا خلاص، عشان خدوا القاعدة بتاعة المواريث تدوم، التاء تجهيز، الدال
قضاء الدين، الواو وصية، الميم ميراث ما بعد ذلك. بس دول بيمشوا بالترتيب ده. لو واحد استنفذ التجهيز كان بقى ايه، شوية فلوس صغيرة كده قام جهزوا بيها، مفيش حاجة للدين خلاص، يبقى ايه التجهيز. اتبقى شيء لا يوفي الدين، يبقى نسدد الجزء ده بقسمة الغرماء. ها، اتبقى شيء وزاد عن الدين، زاد الشيء يعني سددوا الديون كلها وفي مال باقي، يبقى نفذوا الوصية في المال الباقي فقط، مش في أصل التركة، في المال الباقي فقط. وبعد كده ما بعد ذلك للتركة للإيه، قصدي الميراث للإيه، للورثة. يعني الوصية بتتحسب بعد التجهيز اه طبعا بتتحسب بعد كله. اه بعد الدين، بعد الدين والتجهيز. بعد الدين بعد التجهيز والدين. ما أول حاجة التجهيز، تمام. افرض ما فيش غير فلوس التجهيز بس وليس هناك فلوس لقضاء الدين، يبقى أقول له جهزه بس. يعني بتبدأ ما بتحسبش من ساعة ترتيب القضاء. هنا؟ لا طبعا، لا طبعا. وبعدين سداد الديون، استوفت الفلوس الديون خلاص زادت عنها وفي باقي ديون، يبقى تدخل قسمة الغرماء. ها، مش انه يقول لك الورثة، لا احنا هنا مش نظام انجليزي، الانجليزي يقول لك يسدد، لا ابنه يسدد عنه، لا طبعا. هنا ايه، لا هو كل بعمله خلاص. وبعد كده اذا بقي شيء بعد سداد الديون تنفذ الوصية، وما بيبقى بعد الوصية الايه في حدود الثلث، وما بعد ذلك ايه التركة بتاع الميراث بعد كده وإبرائه منه، أو إبرائه منه قضاء الدين أو إبرائه منه، لأنه هو إيه مربوط بالدين. حتى الشهيد قالوا الشهيد يغفر كل له كل شيء إلا الدين، يفضل متعلق بدينه، يحبس بالدين بتاعه الشهيد. وحتى الصحابي الذي تبرع بسداد دين أحد الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد من الصحابة يسأل هل عليه دين؟ ها، فيقولون لا، يصلي عليه. فقال فإذا كان عليه دين يقول هل ترك وفاء للدين ده؟ يقولون أنه نعم، يصلي عليه. فإن كان عليه دين ولم يترك وفاء يقول صلوا على صاحبكم، ما يصليش عليه عليه الصلاة والسلام. والناس كلها تتمنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، يصلي عليه. ها، حتى لما سمع سيدنا أحد الصحابة، سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو للميت اللهم اغفر له وارحمه، قال يا ليتني كنت مكانه. الرسول دعا له بالمغفرة والرحمة وما إلى ذلك، وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني، أما هو في واحد قال عليه دين فقال صلوا على صاحبكم، فأظن أبو قتادة قال يا رسول الله دينه علي، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنا هقضي دينه خلاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه، فلقي أبا قتادة بعد أيام فقال له أقضيت دينه؟ قال له نعم. قال الآن بردت جلدته. اللحظة دي يبقى إيه، أما أديت الدين يبقى إيه كأنه هو محبوس بالدين بتاعه ده حتى الشهيد. تصدق بنية أن يصل إليه بس، تصدق بقدر الإمكان، مش شرط تحس ببراءة ذمتك وربنا هيوصل له الثواب. والإمام الغزالي أبدع في هذا الأمر، يعني قال الحقوق، الحقوق إيه؟ إنك تطلب المغفرة له وأن ربنا يرضى عنه، عن المي، عن إيه؟ عمن أنت ظلمته أو أخذت ماله وما إلى ذلك. فإذا هو رضي عنه يأتي يوم القيامة خلاص راضي عنك خلاص، ربنا قبل الدعاء. فده من أبدع ما قاله الإمام الغزالي، يعني أنه يطلب له المغفرة والرحمة وأن يرضى الله عنه اللي هو ظلمه، يطلب الظالم يدعو للمظلوم بذلك، فيكون في ذلك جزاء حسن له قد يوافي الثواب، وما يجي ربنا يرضى عنه يوم القيامة بسبب الدعوة بتاعته أكيد هيتجاوز عنه ويرضى عنه هو كمان. وتنفيذ وصيته وتجهيزه، فإذا مات فجأة ترك ليتيقن موته. اه، موت الفجأة ده ننتظر شوي، موت الفجأة يقعد 8 ساعات على ما اعتقد طبيا، فإذا لم يرجع إلى الحياة يبقى خلاص مش هيرجع، يعني ما فيش نفس 8 ساعات مش ممكن يرجع للحياة طبيا، كده الأطباء يقولون ذلك يعني. لكن مش أول ما يموت بعد نص ساعة تقوم على طول في موت الفجأة بالذات، ها، تقوم مجهزه وكفنه. بعض الناس حفظهم الله وإياكم وجدوهم بعد ما دفنوهم بيفتحوا، ها،
لا وجدوا قاعد في الطوق قاعد، بعد كده وجدوا هيكل عظمي قاعد. بعد سنين جم يفتحوا وجدوا هيكل عظمي قاعد. والد واحد صاحبي كان وجدوه بعد كده في اسكندريه بتاعه، مش ينتظروا شويه يتاكد من الوفاه والطبيب يحكم؟ نعم. فاذا مات فجاه ترك ليتيقن موته. عند يقين الموت. طيب وابتدي فرع جديد، وغسله وتكفينه والصلاه عليه وحمله ودفنه فرض كفايه. هم الاربعه فرض كفايه، لكن الحمل ما هو داخل في تبع للدفن. خلاص يبقى اربع اشياء تجب على الحي اذا مات، تجب للحي اذا مات: تغسيله وتكفينه والصلاه عليه ودفنه. دول اربعه اشياء، اربع واجبات للميت. ها، تغسيله وتكفينه والصلاه عليه ودفنه. حمله تبع للدفن، انما مش هدفنه من غير ما احمله عشان اوديه المدفن. خلاص. فيقولون هذه اربعه اشياء واجبه وفرض كفايه في لحق الميت نفسه. الطفل هنا هو مش هيتعرض ليه، لكن نشوف يعني. طيب الطفل الصغير اذا كان سقطا يبقى ما يجيبش فيه حاجه خالص، فاذا تبين فيه ما يجيبش حاجه من الاربعه الا يسن دفنه، انك انت تحط في قطعه قماش وتدفنه. قد يكون قطعه دم لو غسلتها تذوب، خلاص عند ذلك ايه، بس تلفها في قطعه قماش ندبا وتدفنه، لكن لا صلاه عليه. يحرم الصلاه على من لم يستهل. طب طفل تبينت فيه الخلقه يبقى يندب فيه ثلاثه اشياء: تغسيله وتكفينه ودفنه، ويحرم الصلاه عليه. طفل نزل كامل الهيئه لكن ما استهلش ولا صرخ ولا ظهرت فيه اتنفض، يعني ايه، نزل ميت، خلاص برضو الثلاث اشياء: تغسيله وتكفينه ودفنه، ويحرم الصلاه عليه. لو استهل الطفل اول ما اتولد صرخ وراح ميت، او اتولد فاتنفض ومات بعد ما خرج من بطن امه، ده ظهرت فيه علامه حياه، فيعامل معامله الكبير بانه يجب فيه الاربعه اشياء: الغسل والتكفين والصلاه عليه والدفن. دي الحاله الوحيده اللي هو يعامل الطفل اذا استهل او صرخ يعني، ها، او ظهرت فيه ما امارات الحياه بانه انتفض وبعدين مات، يبقى يجب تغسيله وتكفينه والصلاه عليه ودفنه. نعم، برضو كده تبع كده. يعني لو استهل يبقى يرث، يرث من ابوه وبعد كده يموت هو فيورث بعد كده، امه ترثه بعد كده. لكن الاول لو ابوه قسم له مالا، ما هو يجوز الوصيه للايه، للصغير، هو للجنين قصدي، يجوز الوصيه للجنين موقوفه لغايه لما يتولد. فاذا اتولد وفي حياه اصبح هو ورث خلاص، وبعد كده هيموت بعد كده، نقوم نورث المال ده مال ميراث، اصبحت الوصيه مال، توزع مال ميراث عنه هو، فامه ترث فيه واخواته يرثوا فيه. طيب وضحنا متى يصلى عليه ومتى لا يصلى عليه. لا يصلى عليه مطلق، يحرم الصلاه عليه الا اذا ولد واستهل او ظهرت فيه علامات الحياه ثم مات، اما لو لم تظهر في ذلك يحرم الصلاه عليه في جميع الصور. بمعنى ان اذا استهل او ظهرت فيها حركه حياه فيعامل معامله الحي الذي طال عمره. وبهذا نكون قد انتهينا من ايه، مقدمه باب الجنائز، كتاب الجنائز. قال: فصل. ثم يغسل، فاذا كان رجلا فالاولى بغسله الاب ثم الجد ثم الابن ثم الاخ ثم العم ثم ابنه على ترتيب العصبات، ثم الرجال الأقارب ثم الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم. من يلي غسل الميت؟ فإذا كان رجلا فالأولى يغسله الميراث: أبوه ثم جده ثم الابن ثم الأخ، ها، ثم العم ثم ابنه أي ابن العم على ترتيب العصبات في الميراث، ودول كلهم ذكور. ثم الرجال الأقارب، يغسلوا الرجال الأقارب، ثم الأجانب. خلاص، الرجال الأجانب، رجل أجنبي ما يعرفش حاجة، طيب ليس بينه علاقة قرابة أو ما إلى ذلك. ثم الزوجة،
يجوز للزوجة أن تغسل زوجها عند الشافعية، ها؟ وحتى إن هنا ده باب من باب الترتيب الأولوي وليس من باب الترتيب الوجوبي، يعني لا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ها؟ ولو كان في أقارب ومحارم، إلا أنه الأولى الترتيب اللي إحنا إيه؟ ذكرناه. خلاص؟ طيب إذا ما وجدش بقى النساء المحارم، الأم، البنت، الأخت، ما إلى ذلك. لأن السيدة فاطمة لما ماتت عليها السلام غسلها الإمام علي رضي الله عنه عليه السلام، وأن سيدنا أبو بكر لما مات غسلته زوجته. خلاص؟ وإن كان امرأة غسلها النساء الأقارب ثم الأجانب ثم الزوج ثم الرجال المحارم. خلاص؟ أما لو كان ما فيش رجال محارم أو نساء محارم، ما هو ما فيش حد بعد كده، فلو كان مختلف الجنس يبقى ييمم رجل، ها، ولم يبقى إلا امرأة أجنبية تغسله. أقول لك لا، يحرم تغسيل الأجنبية، يحرم تغسله المحارم، بس آخر حاجة النساء المحارم. بعد كده طب لو ما كانش حد يغسله يبقى ييمم المرأة الأجنبية تيممه. امرأة ماتت ولم يوجد إلا رجل أجنبي عنها يبقى ييممها برضه، الوجه والكفين بس، تيمم، وتدفن على هذه الحالة، ويسقط الغسل في هذه الصورة. وإن كان امرأة غسلها النساء الأقارب ثم ثم الأجانب ثم الزوج ثم الرجال المحارم، ما وجدناش يبقى ييممها الرجل الأجنبي. وإن كان كافرا فأقاربه الكفار أحق. الكفار يغسلوا، يجوز تغسيل الكافر، ها، مش يحرم ولا إنه يجب، ماشي. ويندب كون الغاسل أمينا، ويستر الميت في الغسل، ولا يحضر سوى الغاسل ومعينه. طيب، ويندب كون الغاسل أمينا. أمين يعني إيه؟ إذا رأى خير يبشر. قال لك ده المرض بتاعه زال، ما شاء الله، صحيح. كان ربعي بن حراش لما مات، ربعي بن حراش، وحراش ده تابعي، وربعي ابنه له ربيع وربعي ومسعود، 3 أولاد سيدنا حراش ده، وكان من الأولياء، وكانوا أولاده 3 من أهل الحديث وأولياء كله. واحد منهم قال: لن أضحك في الدنيا حتى أعلم مكاني من الجنة أو النار، ما تضحكش. لغاية لما مات جم بيغسلوه، لو قعد يضحك قعد يضحك بشر، بس هو ايه، ماشي تمام، مش هضحك غير ما كان في الدنيا والجنه. اما سيدنا ربعي فلما كان مرضا شديدا، وبقى جسمه تاثر بالمرض وزرق او ما الى ذلك، لونه تغير يعني، فلما مات جم يغسلوه وجدوه ابيض زي الفل، ما فيش حاجه، وغسلوه وكفنوه وزال عنه المرض مجرد بايه، خروج الروح. فغسلوه وكفنوه، وبعد الكفن غط وجهه فكشف الغطاء هو نفسه بعد ما مات، وقال: السلام عليكم، إني قد جئتكم من ريح وريحان ورب غير غضبان، فأسرعوا بالصلاة علي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الصلاة علي. وغطى وشه تاني. فأخبرت السيدة عائشة بذلك فقالت: صدق، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رجل من أمتي يتكلم بعد الموت. فحتى لدرجة أن الإمام ابن ابي الدنيا الف كتابا سماه من عاش بعد الموت، كل اللي حصل لهم حاجات بعد الموت وايه، والقوا فيها كده وهكذا. فده من مبشرات، ربنا يبشرنا بالخير يا رب، وخاتمه السعاده اجمعين مع السيد المصطفى الامين صلى الله عليه وسلم، امين يا رب العالمين. خلاص. ويندب كون الغاسل امينا، اي لو لقى خير يبشر بيه. طب لو كان فاسق الراجل ده اللي هو الميت والعياذ بالله تعالى، ها، وجد شرا، يخبر الناس بأن هذا، وتلاقي التذكرة بأن هذا كان عمله السيء أثر على خاتمته، مثلا وجدوا اصفر لونه، ها، أو ظهرت علامات زيادة على بدنه من غضب الله تعالى والعياذ بالله تعالى، أعوذ بالله من غضبه، فتظهر على الفاسق المجاهر بفسقه، يظهر عليه هذه العلامات، فعند ذلك الأمين ده اللي هو الغاسل يخبر الناس بذلك، ده عمله السيء كده. وتجد الإمام القرطبي ذكر من ذلك أبواب كثيرة جدا في كتاب التذكرة،
في احوال الموتى وامور الاخره، اللي مثلا جم يدفنوه كل ما يفتح قبر يحفروا قبر يلاقوا حيه طالعه له، الحمد لله يحفر له على التاني يلاقي حيه طالعه له، ها فالاخر القوه فسئل عن عمله ان عمله سيء، ومقابل ذلك برضو الصالحين تحدث لهم كرامات في ذلك، توصل المكان الدنيا حر جدا وتلاقي المكان اللي هو هيدفن فيه رطب وهادئ وتحس بسكينه فيه وانه هي ما فيش حراره فيه، فدي من كرامه الله تعالى لعبده، نسال الله ان يكرمنا بكرمه. طيب امين يا رب العالمين. ويندب كون الغاسل امينا ويستر الميت في الغسل، يستر خصوصا العوره، فالرجل يستر ما بين الستره والركبه، والمراه تستر جميع بدنها ولو كانت الغاسله امراه زيها، ها بقدر الامكان، ويغض البصر وهو بيغسله لا ينظر الى عورته، واضح، ولا الى فخذه، ها يلاحظ ذلك، انما يستر عندنا بيقولوا ستره، يستر ما بين الستره والركبه ويغسله من تحت، ايه يمد ايده فقط كده، ولا يحضر سوى الغاسل ومعينه، ليس على الايه هذا ليس على الوجوب، انما ايه الافضل الا يحضر ها الا الغاسل ومعينه الذي يعينه، يقلب الميت معاه، ينوله الماء وما الى ذلك. ويدخل الولي معهما، الشارح قال ايه ان الولي يدخل معهم الا يريد ان يحضر، واذا المراه ارادت ان تحضر غسل زوجها بشرط الا ان تكون مطمئنه يجوز، هذا يجوز ان شاء الله تعالى. والعكس ايضا، أن يحضر غسل زوجتي بشرط أن يغض البصر، كل منهما إذا حضر غسل زوجه يغض البصر غضا تاما إلا لمساعدة، أو مثلا واحد فقيه بيلقن الغاسل ماذا يفعل في المرأة وما إلى ذلك يجوز، لكن عليه غض البصر تماما، الزوج عن زوجته والزوجة عن زوجها، ها لأنه يحرم النظر في هذه الحالة. في علقة نكاح بأنه يجوز يغسلها، لكن الزواج انتهى خلاص، انقطع بالموت خلاص. ويبخر من اول غسله الى اخره، يعني يبقى في بخور موجود سواء من عند الموت حتى، والاولى تحت سقف، انه يغسله تحت سقف، ما يغسلوش في مكان مفتوح يعني الا لو اضطر، والاولى انه يغسله تحت سقف وبماء بارد الا لحاجه. طيب الاولى انه يغسله تحت سقف، فلا يغسله في مكان مفتوح إلى السماء، وحاجة تانية أن يستخدم الماء البارد في الغسل، لا يستخدم الماء البارد شديد البرودة ولا الماء الساخن شديد السخونة، إنما إيه يستخدم الماء الفاتر لو كانت الدنيا برد، يعني يعامله كالحي تماما، يعامل الميت كالحي تماما، لو كان الماء ده يضر الحي يبقى لا يستخدمه، يزوده يعني، لو كان شديد الحرارة يبقى يخليه فاتر ليس سخنا. طب ولو كان في وقت البرد يدفله المي وهو بيغسله زي الحي بالظبط، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى هذا المعنى، ايه كسر عظم الميت ككسره حي، ما تكسرش عظم الميت له حرمته، ها وايه يوقر وله حرمته، فلا يجوز كسر عظمه، حتى في ترويق الترب اللي هو ما يجي ايه يلاحظ برقه جدا ينقله برقه، ماشي ترويق التربة عارف يعني ايه، بيجي التربة اتملت فبيجي يفتح ويضع كل عظم في كيس او قطعة قماش ويلفها، العظم بقى مش يمسكه بغلظة، لا بالراحة خالص يمسكه يحطه في الكيس، يحطه في الكيس ويلفه بالراحة، وبعدين يدفنه في ايه في مكان عميق في التربة في ركن، يحط الاشياء دي فوق بعضها هكذا. نعم يبقى ايه هو بماء بارد اي ليس شديد البروده، انما الماء البارد اولى، لكن افرض الدنيا كانت تلج اقول له سخن ميه شويه يعني خليه فاتر خلاص، لان ما يضر الحي ما يضر الميت ما يضر الحي يضر الميت ايضا. ويحرم نظر عورته ومسها الا بخرقه، اللي بيغسل لازم يكون لابس جوانتي او خرقه وهو في لمس العوره ها للميت. ويندب الا ينظر الى غيرها، يحرم نظر العوره، ويندب العوره بين السره والركبه للرجل، يبقى يحرم ان ينظر ما بين سرته وركبته الا اذا اضطر او وقع عينه عليها بدون مقصد وهو بيغسل او بيدعى او ما الى ذلك يعني. ويندب الا ينظر الى غيرها ولا يمسه الا بخرقه ندبا، ماشي
ويخرج ما في بطنه من الفضلات، ها، ويخرج ما في بطنه من الفضلات، بأنه بيجلسه وينحنيه على الأمام ويضغط على معدته عشان يستفرغ ما في معدته، فيخرج البول والبراز من مخرجهما، ويصب الماء ينجيه، يعمل استنجاء، ويستنجيه. ويوضئه، بعد كده هيستنجي، هينجيه، يعمل له استنجاء القبل والدبر، وبعدين يوضئه وينوي غسله. يجب نية غسل الميت على الغاسل، خلاص؟ بينوي عن غيره، ويوضئه وينوي غسله، خلاص؟ ويغسل، يعني بيعمل ما يفعل به تماما في الميت، في الحي، ما يفعله الحي هو بيفعله به الغاسل في الميت تماما، خلاص؟ يعني يوضأه أولا، وقبل ما يوضأه بيعمله زي السواك، ها، يدلك أسنانه بقطعة قطن مبلولة، ها، ويدخل خنصره في أنفه ليخرج القدر وما إلى ذلك، ويصب الماء، وبعد كده يعمل كل السنن تماما، وبعدين يوضئه وضوء كامل زي الحي بالظبط، ويغسل، وبعدين يبتدي يغسله غسل الشرعي، يغسل رأسه ولحيته وجسده بماء وسدر ثلاثا. يجوز وضع السدر اللي هو الليفة، الليف هذا الليف، ها، السدر مثل الليف، جمع سدرة، وهو ما يكون فيه شجر النخل بيليف بها الإنسان. يتعهد كل مرة إمرار اليد على البطن، فإن لم ينظف زاد وترا، خلاص. ويجوز طبعا زي الآن ليفة وصابونة وما إلى ذلك وكل حاجة، بس بعد الصابون لازم يجيب ماء قراح، ماء ما يكونش فيه غير إيه، الكافور، الكافور ده، ويجعل في الماء قليل كافور. كافور ده إما بيكون أقراص، اسمه أقراص الكافور، أو بيطحن، فإما يظهر على الماء أو يوضع الأقراص في الماء، فبتدي ريحتها شديدة لكن مش قبيحة، لكن هي بتشد البدن، تجعل العفن أو لا يسرع إليه التحلل يعني. ويجعل في الماء قليل كافور، وفي الأخيرة آكد، في الغسلة الأخيرة الآكد، وهذا الكافور لا يغير من، في هذه الحالة لا يغير من إيه، من طهورية الماء. وواجبه تعميم البدن بالماء زي الغسل، إلا أنه يندب فيه كل ما يندب للمغتسل الحي، خلاص. ثم ينشف بثوب، ينشف ويجفف، فإن خرج منه شيء بعد الغسل كفاه غسل المحل، غسل المحل، خرج منه شيء حفظنا الله وإياكم، دم، بول، براز، يكفي تطهير المحل، ولا يجب له وضوء ولا غسل تاني، ماشي. طيب، نعم، ينجيه بس، يعمل استنجاء بس، لا ما يغسلوش ولا يوضوه، خلاص، يعني غير مكلف، حصل الواجب بالنسبة ما يجب يعني. قال ثم يكف، فصل، ثم يكفن، فإن كان رجلا ندب له ثلاث لفائف بيض مغسولة، كل واحدة تستر كل البدن وتزيد، لا قميص فيها ولا عمامة، ماشي، دي السنة اللي هو كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن زاد عليها قميصا وعمامة جاز. الله الله. طيب، يبقى ثم يكفن، فإن كان رجلا ندب له ثلاث لفائف بيض مغسولة، ده المندوب، لكن يجوز بألوان، يجوز بألوان، يجوز يعمل له إزار ورداء، يجوز يعمل له إزار ورداء، لكن الثلاث لفائف الأفضل والأكمل فيها، أولا اللفائف لازم تكون أطول من البدن، بشرط أن أنا إيه، تغطي البدن كله من رأسه لرجليه، وبعد كده كمان بتزيد حتة عشان أربطه من فوق الرأس وأربطه من تحت الرجلين، ماشي. دي معنى اللفائف هنا، أن اللفافة أطول من البدن في حدود مثلا 30-40 سنتي، نص متر، عشان تربط من أعلى ومن أسفل. ثم يكفن، فإن كان رجلا ندب له ثلاث لفائف بيض مغسولة، كل واحدة تستر كل البدن،
لا قميص فيها ولا عمامة، ما فيهاش قميص ولا عمامة، ثلاث لفائف. حتى عندنا في العرف في مصر يجعل اللفائف عكس بعض، يعني يحط ثلاث لفائف وبعدين يحط الميت وبعدين يحط الأولى مثلا يمين والثانية شمال، وبعدين الثانية شمال والثانية يمين وبعدين يمين وشمال، ماشي؟ عشان تبقى متخلفة فلا ينكشف شيء من البدن يعني مبالغة في ستره. فإن زاد عليها على الثلاث لفائف قميصا وعمامة، قميص يعني جلباب كامل وعمامة كمان، جاز من غير كراهة، ماشي؟ لكن الأكمل حال النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل به صلى الله عليه وسلم، كفنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، ده الحديث كده في كفنه الشريف صلى الله عليه وسلم. ويحرم الحرير على الرجل، خلاص، ويحرم الحرير ده في كفن الرجل. وللمرأة إزار وخمار، إزار يستر أسفل البدن وخمار يستر أعلى البدن، وقميص كامل، ولفافتان سابغتان، لفافة تعم البدن كله. وللمرأة إزار وخمار وقميص، بيعمل المرأة إزار يستر أسفل البدن وخمار يستر أعلى البدن إلى السرة، وبعد كده كمان جلباب كامل يعم البدن كله، وبعدين لفافتين بعد كده للمرأة. ففي خمار ستر الشعر والرأس، الوجه ممكن يكشف، وإزار ستر إلى أسفل القدمين، وقميص عمم البدن كله. ها، حتى القميص في هذا الحال بيجي قطعة قماش بطول المرأة مرتين ويمتنيها نصين ويجعل لها إيه، فتحة كده زي السبعة عشان تدخل في الرأس. ها، وبعد كده لفافتين كاملتين، وقلنا الخمار موجود طبعا فستر الرقبة وما إلى ذلك. يبقى إزار يستر أسفل البدن وخمار يستر أعلى البدن وقميص يستر البدن كله ولفافتان سابغتان. ويكره لها حرير ومزعفر ومعصفر، يكره اللي فيه زعفران أو عصفر من الألوان ذوات الرائحة، ويكره لها حرير أيضا. والواجب في الرجل والمرأة ما يستر العورة، أي يعني لفافة واحدة ساترة ليست شفافة أجزأت، خلاص يتم بها الواجب لو لفافة واحدة سواء للرجل أو المرأة. والواجب في الرجل، لكن ده الكمال بقى اللي هو إيه، ندب له ثلاث وندب للمرأة خمس. والواجب في الرجل والمرأة ما يستر العورة، ويبخر الكفن ويذر عليه الحنوط والكافور، إن الكفن يكون فيه بخور برضو، ها، ويذر عليه ينثر عليه الحنوط أي الطيب والكافور. طيب، ويجعل قطنا، ويجعل قطنا بحنوط على منافذه ومواضع السجود، يجيب قطن وفي طيب ويضعه على ايه المنافذ بتاعته، القبل والدبر وايه والانف والوجه وما الى ذلك ومواضع السجود. ولو طيب جميع بدنه فحسن، جميل يطيب جميع البدن. هما بيعملوا هنا في مصر ايه، ينثروا بعد ان يكفنوه يجيبوا ازازه مسك ويدلوها عليه وما الى ذلك. فان مات محرما حرم الطيب والمخيط وتغطيه راس الرجل ووجه المراه. المحرم زي ما يكون حي، عمل معامله حي تماما، المحرم الحي، فيحرم اذا مات محرما لسه ما فكش احرامه يعني لم يتحلل، حرم الطيب والمخيط، اكفنه في ايه، في شيء غير مخيط، وتغطية رأس الرجل، خلي رأسه مكشوفة، ووجه المرأة، تغطية وجه المرأة أيضا لو كانت محرمة. ولا يندب أن يعد لنفسه كفنا، لا يندب لذلك إلا لو كان في، إلا أن يقطع، إلا أن يقطع بحله، إلا أن يقطع بحله أو من أثر أهل الخير، الله الله، أو مما يضاف عليه شيء خير. هو جاب كفن وعمله بزمزم، حلو، خليه حلو، ماشي، لكن لا يندب أصلا أن يتخذ كفنا، ولا يندب أن يعد لنفسه كفنا إلا أن يقطع بحله، إن الكفن ده حلال 100%، جايبه من مال حلال صرف فيجوز، أو من أثر أهل الخير، إن بعض الإيه زي ما إيه عليه لعنة الله عبد الله بن أبي بن سلول طلب من النبي صلى الله عليه وسلم عباءته يكفن فيها، فابنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاها
النبي صلى الله عليه وسلم لابن عبد الله بن عبد الله ابن ابي بن سلول اعطاه سيدنا صلى الله عليه وسلم الكفة العباءة بتاعته ليكفن فيها اباه عبد الله بن ابي بن سلول، او قلنا الماء الكفن المزمزم او ما الى ذلك، والله تعالى اعلى واعلم. فصل. ثم يصلى عليه، والله تعالى اعلى واعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.